وده الحقيقة بيخليني أتكلم في نقطة مهمة جدا، وأتمنى إن محدش يفهم العنوان غلط، بس هو العنوان ده أو التعليق ده موجه لكل مواطن عربي مسلم. عزيزي المواطن العربي، أرجوك لا تكن خنزيرا. أنا آسف، مش عايز أي حد يزعل مني، هذه العبارة ليست إهانة لحضرتك، لكن أنا برجوك لا تكن خنزيرا. يعني إيه؟ حضرتك الحكام العرب والحكومات العربية بيحاولوا يعملوا إيه؟ بيعلفوك وبعدين يجوعوك ويحبسوك ويخوفوك ويضللوك ويشغلوك ويضحكوا عليك ويفهموك إن أنت ملكش دعوة بفلسطين، إن أنت ملكش دعوة بقطاع غزة. هقول تاني، عزيزي المواطن العربي، أرجوك لا تكن خنزيرا، لأن الحكومات العربية بيجوعوك أو بيعلفوك الأول وبعدين بيجوعوك وبعدين بيقمعوك وبعدين بيخوفوك وبعدين بيحبسوك وبعدين بيضللوك وبعدين بيفهموك غلط إن أنت ملكش دعوة بفلسطين، إن أنت ملكش دعوة بغزة. غزة دي حاجة إحنا مالنا. فأنت لما تيجي تتكلم عن مصر يطلع لك ناس يقولك هو ما فيش غير مصر، لما تتكلم على الأردن يطلع لك واحد يقولك هو ما فيش غير الأردن، لما تتكلم على السعودية هو ما فيش غير السعودية، فيحولوا الشعوب العربية لمجموعة خنازير لا تعبأ بأي شيء، لا تعبأ بأي شيء. كل ما حد ينتقد البلد بتاعه له هو انت مش وراك اللي احنا، هو احنا مش عارف ايه، احنا هنحارب عشان فلسطين، احنا محدش قال لك حارب ولا تنال على عينك، محدش قال لك تعمل اي حاجة، محدش قال لك تعمل اي حاجة، في ادوار محددة. النهاردة الناس كانت نازلة في لندن بتتظاهر رغم ان يوم شغله ورغم ان كل حاجة، وهيرجعوا ينزلوا شغلهم بكرة والسبت الجاي ولا مش عارف يوم كام، السبت الجاي في الناشنال دي اوف اكشن، الناس كلها نازلة في الشوارع يوم السبت، بيتوقع انه يعمل زي موضوع زي 2002 و2003 في مظاهرة الحرب على العراق، لما الولايات المتحدة اجتاحت العراق او احتلت العراق. فاحنا يا جماعة، احنا ربنا كويس خلقنا عشان يبقى لنا مبادئ، يبقى لنا قيم، يبقى لنا دين، يبقى لنا حاجات بندافع عنها. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف فيما معناه كان بيقول إيه؟ إن المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني لما الجماعة في غزة في رفح يبقوا بيقصفوا، ما عندهمش مستشفى واحد يا مؤمن في المكان ده، لما يبقى 1.5 مليون بني آدم عايشين في الخيم، لما يتقتلوا قدامنا زي الفراخ، ما ينفعش احنا ندور وشنا الناحية التانية ونقول الله انا مالي ومال غزة، انت مش وراك غير مصر، انت مش وراك غير السعودية، انت مش وراك غير الاردن. لا يا حبيبي، احنا المفروض كلنا يبقى ورانا فلسطين، كلنا يبقى ورانا غزة، كلنا يبقى ورانا نصرة المظلوم بمنطق اسلامي وديني. ده امتثال لامر الله عز وجل وامتثال لامر النبي عليه الصلاة والسلام، بمنطق عروبي قومي من أيام عبد الناصر بقى والجماعة الناصريين والقومية العربية والكلام ده. فوطني حبيبي الوطن الأكبر، يوم ورا يوم مش عارف إيه بتكبر وانتصاراته مالية حياته، الأوبريت العظيم جدا اللي كنا بنتفرج عليه، وبعد كده أوبريت الحلم العربي، وبعدها مش عارف. يعني إحنا عندنا نماذج في فكرة القومية العربية حتى لها علاقة بأن ما ينفعش لما يبقى حد جنبك أخوك بيتقتل بيباد بيقتل، حضرتك تدور وشك الجنب التاني وتروح تنام، تروح تحتفل مع النشامة في الاستاد، أو تستنى المصدر الرفيع ولا التخين بتاع القاهرة الإخبارية عشان يقول لك والله إحنا بنتابع عن كسب. كسب إيه وزفت إيه؟ أنتوا بتعملوا إيه يا جماعة؟ الجماعة هناك بيموتوا يا إخوان، في 1.5 مليون واحد هناك على الحدود. فنقطة أن أنت بيحولك، وأنا الحقيقة ملاحظ ده ودي نقطة خطيرة جدا، في وجهة نظر، في وجهة نظر أو اتجاه في الحكومات العربية في 10 سنين اللي فاتوا إن هم يطلعوا جيل مسخ، يطلعوا جيل من العرب والمسلمين أو من الشعوب العربية مش مهتم بأي حاجة، ما عندوش في دماغه غير فكرة أنا عايز أكل وأشرب وأتبسط، نقطة.
بس احنا مش موجودين في الدنيا دي عشان ناكل ونشرب ونبسط وبس. انا بقولك احنا موجودين عشان يبقى لنا دور، عشان نبقى بنعمل حاجة، عشان نبقى بنقدم حاجة، عشان نبقى عايشين لرسالة، عشان بندافع عن قيم، عشان بننصر مظلوم، عشان بنقول كلمة حق، ايا كان الحق اللي انت مقتنع بيه، بس عشان تبقى انت بتعمل حاجة. كويس؟ طيب لما يبقى عندنا 4 شهور في الكم ده من الشتيمة، والكم ده قصدي الكم ده من القتل والمجازر ومحاولة التهجير، واحنا بس بنتفرج او مشغولين بامورنا احنا، الحقيقة ده نوع من انواع تحويل البشر لخنازير. ان انت موجود جوه حظيرة بتتشتم وبتتضرب وبيرميلك اكل وفضلات وبتاع، بتبقى عايش في الحظيرة. يعني بعد شوية خلاص انت بتفقد قيمتك اصلا. كويس؟ فالنقطة يا جماعة، ما ينفعش الأنظمة الموجودة دلوقتي، عشان أنا أقول لحضراتكم على حاجة، أنا قلت لحضراتكم في لايف قبل كده، والناس اللي متابعاني على اليوتيوب عارفين الكلام ده، لكن لجمهور التيك توك، أنا من الجيل اللي اتولد في الثمانينات 1985، بعد سنتين كانت الانتفاضة الأولى في فلسطين 1987، بعد 2000 لما شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اقتحم المسجد الأقصى وحصل استشهاد محمد الدرة الطفل الفلسطيني، أنا كنت لسه داخل جامعة في الوقت ده. الفكرة هنا يا جماعة إن احنا كانت فكرة فلسطين بالنسبة لجيلي هي بوصلة، هي بوصلة بتحرك الهوى بتاعنا، بتحرك عقولنا. عمرنا أبدا ما كنا بنتكلم إنه فلسطين فإحنا مش مهتمين بمصر، لا، احنا ولاد البلد، احنا طالعين من طينة البلد، مصر هي الأولوية عندنا، والقصوى والدفاع عن حدودها وأمنها القومي والاعتزاز بيها والانتماء ليها وكل حاجة. اوعى حد يقولك انت عشان تبقى مهتم بفلسطين فانت بتتنازل عن أرضك أو حدودك أو مصريتك، ده كلمة حق بيراد بها باطل، هم عايزين يضحكوا عليك. انا عارف ان انا في ناس بتشوفني على تيك توك تحديدا هم جيل أصغر، 15 سنة و17 سنة و20 سنة وكلام زي كده، الجماعة بيحاولوا يضحكوا عليكم، بيحاولوا يصوروا لك ان اي حد بيتكلم عن فلسطين فهو عايز يقول لك سيبك من مصر. يا جماعة احنا ايام محمد الدرة نزلنا مظاهرات في كل حتة، نزلنا مظاهرات في الجامع الازهر، نزلنا مظاهرات عند جامعة القاهرة، نزلنا مظاهرات في جامعة 6 اكتوبر، نزلنا مظاهرات في دمياط، رحنا عند سلم نقابة الصحفيين، وقفنا عند دار القضاء العالي، رحنا عند نقابة المحامين، رحنا كمان عند جامع الفتح في ميدان رمسيس، رحنا عند دار الحكمة في جاردن سيتي بتاعة نقابة الأطباء والصيادلة، المظاهرات كانت في كل مكان، وكانت الناس رفع العلم الفلسطيني جنب العلم المصري. ده كان جيلنا، ده الجيل اللي كبر وتربى على إنه فلسطين ما ينفعش تتساب. أقول لحضرتك على حاجة أكتر، بعد 2011 لما كنا في 2012 كان بيحكم الرئيس الراحل محمد مرسي، أيامها إسرائيل عملت عدوان على غزة في 2012 نوفمبر تقريبا 2012 على ما أتذكر، أيامها معبر رفح اتفتح، مش هقولك اتفتح عشان المساعدات، لا، أنا هقول لحضرتك أنه اتفتح عشان شباب زي وزيك، شباب في سني وسنك، ركبوا بصات ودخلوا من معبر رفح لقطاع غزة، وفضلوا ماشيين مسافة من جنوب غزة لحد ما وصلوا قدام مستشفى الشفاء، مجمع الشفاء اللي إسرائيل اجتاحته من فترة. الهتاف ده ادخلوا دوروا عليه على الانترنت، هتلاقي شباب مصري واقفين قدام مستشفى الشفاء بيهتفوا هتاف بيعبر لك عن الجيل بتاعنا، بيعبر لك عن الشعب المصري. كانوا بيقولوا يا فلسطيني يا فلسطيني، دمك دمي ودينك دين، يعني احنا حاجة واحدة، يعني احنا مع بعض. كويس؟ اللي النظام دلوقتي عايز يعمله، واللي الأنظمة العربية مش بس النظام المصري عايز يعمله، هي فكرة ان احنا حاجة وهم حاجة، ان احنا ملناش دعوة بيهم. ان انت لما تكتب عن انتقاد للنظام المصري ودوره المتخاذل في فلسطين فيدخلك ناس تقولك الجيش المصري خط احمر، مش عارف ايه الجيش المصري، ايه يا عم انا ما جبت سيرة الجيش المصري، لسه الجيش المصري جاي لك، اصبر على رزقك، الجيش المصري جاي لك دلوقتي. فدي النقطة بتاعت ان هما عايزين يعملوا جيل مسخ، جيل ملوش علاقة باي حاجة.